ارحمني يا رب. ايه؟ انا عندي فكره. بص، انت ممكن تكذبي كذب عليهم دلوقتي، بس نصيحه مني يكون فيها ذل وابتزاز. طب خلاصه الكلام، لو ما بتش هنا النهارده هقول على السر اللي انتوا مخبينه السنين اللي فاتت دي كلها. ازاي دي؟ ايه؟ انت عرفت ازاي؟ ابوس ايدك، اوعى تبوح بالسر ده، احنا ياما عملنا نوايل عشان خاطر سلامه ما يعرفش حاجه. ما اعرفش حاجه. ايه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ بابا ما يقصدش، مفيش حاجه. مفيش حاجه. ايه يا ماما؟ بصي، انت تأمري، انت تأمري، احنا خدامينك طول العمر، واذا كان على الاستضافه والاقامه الاول عيني عيني. طب والجواز؟ ده انت خدتيها من على لساني. الف مبروك وصلي صلي صلي. هو في ايه؟ مخبين عليا ايه؟ هو كله مش اهلي؟ انتوا لقيتوني عند باب جامع؟ يعني انا ابن حرام. ايه بقى؟ هتنيموني فين النهارده؟ صابرين. ايه نهد؟ قومي يا حبيبتي روحي، قومي، النهارده مش نبطشيتك، قومي، شكلك تعبان قوي. طيب حاضر ماشي، انا هقوم اروح اهو. قومي يا حبيبتي. اتفضلي انت بقى لغايه ما لما حاجتي. اتفضل. انا ايه النهارده نبطشيتي؟ انا مش نبطشيتك انت. قومي يا حبيبتي، شكلك تعبان. والنبي والنبي يا نهد سيبيني شويه عشان خاطري، انا تعبانه قوي والله، هموت من التعب. وبعدين انا مفيش حته اروحها. مفيش حته تروحيها؟ انت ما عندكيش بيت ولا ايه؟ لا لا، قصدي سيبيني انت والنبي كده انام شويه، وبعدين اقعد اونسك كده، وبعد كده هقوم اروح. والله يا نادى هقوم اروح، والله العظيم هقوم اروح شويه. تونسيني ايه بس؟ تونسيني ايه؟ يا دي المصيبه. هعمل ايه؟ هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اللي بقى على النيله دي هنا مش عارفه، والناس مستنيين الحاجه تتبدل النهارده. هنعمل ايه؟ انا هاديه. صدقي بقى انها فرصة حلوة. فرصة حلوة ايه؟ بقول لك نايمة دلوقتي. هفهمك، خليها كده رايحة مع نفسها، نوم العوافي، واحنا هنجيب حاجتنا وبدلها عادي جدا، ولو حصل اللي كنا خايفين منه واتكشفنا تشيلها هي. مش هي برضه اللي قاعدة هنا طول اليوم ولا ايه؟ تصدق الفكرة؟ حلوة قوي، خليها بقى كده نايمة، وانا هروح اجيب الحاجة ونتعامل عادي جدا، وانت عينيك عليها. اقول لك طبطب عليها، اهو. هنادي اللي جابك هنا. وطي صوتك. وناديك جزاتي عشان امنت لك ودخلتك بيتي؟ عشان عبيط. وانا عشان عبيط تقومي تعملي كده؟ الحقوني. حتى لو جبت لي مين برضه محدش يقدر يمنعك عني. طب عشان خاطر اهدي اهدي. طيب اهدي، خلاص خلاص. بص خلاص، انا موافق، انا هستسلم اهو خلاص. ايوه انا احبك كده وانت شاطر وبتسمع الكلام. طب ثانيه واحده قبل ما استسلم، ممكن ثانيتين تلات؟ انا احب الحاجات المعقده. لو قربت مني هات النفس. انت مجنون؟ ارمي السكينه، ارميها. ابعدي عني. المهم حياتك، مش مهم انا، مش هعمل حاجه خلاص. يلا قدام. ايه ده؟ بوليس الاداب؟